اليوم بنحكي لكم على وقت التغيير. شنو هو وقت التغيير؟ تعالوا نقول لكم. لكن قبل ما نبدو خلينا نحكي لكم قصة قصيرة شوي. في عام 2012 كانت بداية دخول تكنولوجيا وظهور لغات البرمجة وظهور تقنية في ليبيا بشكل كبير. من هذاك الوقت قررت بإني نقرأ ونعرف أكثر ونتعلم ونكون مبرمج. لكن الموضوع ما كانش بالبساطة هذه بتاتا. قبل ما نبدأ من الأساس قابلني تحدي. تحدي هذا زي ما أنا مرت به، هل بمكم قاعد يمر به؟ تحدي هذا هو تحدي البيئة المحيطة. البيئة اللي أنا كنت عايش فيها كانوا يشبحوا بأن عم تستخدم الكمبيوتر يا تلعب يا تضيع في وقتك. ما يشبحوش بأن عم تستخدم الكمبيوتر ممكن يكون وسيلة للعلم والعمل كذلك. تحدي هذا ما كنتش نشبح له بأنه هو تحدي صعب، لكن كنت عارف بأن أهم عامل من عوامل الحل هذا لازم يكون الاستمرارية. كنت مصر بأن الحل اللي بنديره لازم يكون مستمر. الحل كان سهل وبسيط، كان بأن في الوقت هذاك كنت نحاول ما نضيعش أي ورشة عمل لها علاقة بالثقافة أو التكنولوجيا، أي محاضرة توعوية أو أي حدث فيه ناس مهتمة بالميول هذه. لعند بعد وقت وصلت لنقطة حسيت روحي بأني خلاص كونت مساحة الإبداع الخاصة بي ونقدر نبدأ، لكن مازال ما قدرتش نبدأ. قبلني تحدي كذلك ليه علاقة بالبيئة المحيطة، مش كأشخاص بل كمكان. المكان اللي كنت عايش فيه وقاعد عايش فيه لتوا ما كانوش فيه هلبة مراكز يقروا في الحاجات هذه اللي هي لغات البرمجة والحاجات التقنية، والمراكز شوية اللي كانوا يقروا في الحاجات هذه أنا ما كنتش من الفئة المستهدفة منه. كان عمري 12 سنة والفئة المستهدفة كان طلب الجامعيين أو المتخصصين. الموضوع كان محبط بالنسبة لي لكن ما وقفنيش. فبالبحث على الإنترنت مرة من المرات قابلني شيء اسمه علم نفسك بنفسك، أو المصطلح الأجنبي ليه هو السيلف ستادي. هو عبارة عن دورات تقدر تاخدها عبر الإنترنت، يعني بدل ما المحاضر يقف قدامك على أرض الواقع المحاضر يكون موجود على النت في فيديو أو نص أو أي كان من منصات تعليمية متخصصة أو من منصة اليوتيوب. ففرحت بالموضوع وسجلت في هالدورات. في بداية عام 2013 خطرت لي فكرة لبرنامج معين بلغة برمجة معينة، ففرحت بالموضوع وكنت بنطبقها والبرنامج كان عاجبني زي ما أنا كنت متخيلة. في أول يومين وأنا مبرمج فيه اكتشفت حاجة، اكتشفت بأن الوقت اللي فات كله كان ضيع هباء منثورا، وبأني مش قادر نبرمج أي شيء بشكل احترافي، أو بشكل أصح محققت الشيء لكن محققت الشيء يذكر. في هذاك الوقت عرفت بأن خطأ، فيه خطأ، وبما أن فيه خطأ فلازم يكون فيه حل. في اللحظة هذيك كانت مقابلتني ساعة، بمجرد ما سبحت للساعة فكرت مقولة كلنا نعرفها لكن ما فيش حد يطبق فيها للأسف. المقولة هذه هي الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. اللحظة هذيك وأنا نشبح للساعة هي نفس اللحظة اللي مخليتني توا واقف قدامكم نشارك فيكم التجربة هذه، ونتمنى إن اللحظة هذه تكون لحظة تغيير في حياتكم. في اللحظة هذيك أسست شيء، أسست نظام أطلقت عليه نظام وقت التغيير. وقت التغيير كان في البداية ساعتين، خصصت ساعتين يوميا نقرأ فيهم عن شيء معين وعلى النت، ما حصرتش نفسي بمستوى التعليم في المكان اللي أنا عايش فيه. خصصت ساعة نقرأ عليها فيها لغة برمجة وساعة قواعد بيانات. مشي الوقت وقعدت نتعلم. بعد مدة في نهاية العام وفي بداية عام 2014 حسيت روحي خلاص عندي قدرات عندي إمكانيات ولازم نوري ليش نقدر ندير. فبعدت أنا نقدر ندير للمراكز والشركات اللي في المنطقة وفي المحيط متاعي لأن نقدر نوصل فيها. اتفقوا كلهم على رد واحد، الرد كان رسالة طويلة آخر سطر مكتوب فيها كلمة سنة آسفين عمرك 14 سنة آسفين. الموضوع كان محبط بالنسبة لي من جهتين. الجهة الأولى أني ما حصلتش فرصة نورينيش إن نقدر ندير أصلا. الجهة الثانية هي نظرتهم هم على الموضوع أنهم هم ما شبحوش أنيش إن نقدر ندير بل شبحوا أني قداش عمري. نحكي لكم موقف مضحك مبكي صار لي في الفترة هذيك، لأني مؤمن بأن منصات التواصل الاجتماعي مش منصات أنك تنكت وتهدرز بس، بل هي كذلك منصات أنك تحط فيها السي في متاعك أو أنت عشان تقدر تدير وتسوق لنفسك حتى تحصل فرص أكثر. فمرة من المرات هنا نتصفح قابلني عرض لشركة كانت عندهم منظومة مش عارفين يخدموا عليها، الشخص اللي خدوه منه المنظومة سافر. ف
فكانوا حاطين المواصفات الشخص اللي بيجيهم انه يقدر يعلمهم كيف يستخدم المنظومه بس، وكانوا حاطين رقم. فاتصلت بهم ونسقت معاهم، فوت الموضوع انا في التلفون تقول عمري 50 سنه فما ورقوش. فنسقت معاهم على الموعد ومشيت. طبعا مشيت بعد 60 حكمه واسطه باش اقنعت ابوي انه هو يرفعني، لان كانت عندي مشكله المواصلات، وبالمناسبه مشكله المواصلات قاعده ليومنا هذا. فمشينا، فابوي درس وانا نزلت المحل قلت له السلام عليكم. قال لي سلام. تقريبا قعدنا 3 دقائق انا اشبح له ويشبح لي، انا نستنى فيه يقول لي هيا والمنظومه او حاجه زي تو. لكن الموضوع ما كانش هيك بكل، هو كان هو كان يحسابه ان انا نخدم عند المهندس اللي هو ابوي في السياره ونشوف له هذا المحل ولا مش هو. فبعدين قال لي شنو تبيش تناديه؟ شفت له من هو؟ مش قال لي المهندس اللي في السياره، شفت له هذاك ابوي انا المهندس. فقعد يضحك. فقال لي باه هي دير هاي. فدرتها بعدين نزلت عليه في السعر باش نوريه معاش يستهزئ على العمر ويعرف ان العمر مجرد ارقام لا اكثر. فالموضوع هذاك احبطني الفتره هذيك، لكن فكرت بان مره من المرات وانا نبحث عن النت قابلني شيء اسمه بيع الخدمات المصغره عبر الانترنت. هي انك تبيع خدمه بدل ما تبيعها لشخص يدا ليد او على ارض الواقع، تقدر تبيع الخدمه هذه على النت ويبعث لك التكلفه كذلك على النت. ففرحت بالموضوع وبحثت عليه أكثر وسجلت في المواقع وعدت اسم بيع خدمات، لكن الموضوع ما كانش بالبساطة هذه. في الوقت هذاك عرف بأنه ناقصني شيء وقعد فيه فراغ كبير. الفراغ هذا هو فراغ اللغة، لأني ما كنتش متحدث لغة إنجليزية، وكانت أغلب ولتوه قاعدة أغلب المواقع هي مواقع أجنبية. فلأني في الوقت هذاك كان عمري 14 سنة وما كانتش عندي هالبالتزامات، فضربت 2 × 4 ولت وقت التغيير من 2 ساعة لـ4 ساعات. حطيت ساعة لغة إنجليزية، ساعة لغة برمجة، ساعة قواعد بيانات، وساعة قسمتها بين شغفي وحبي للغة والثقافة اليابانيتين وبين ممارسة أي هواية تانية نحبها. فرحت بالموضوع وبدأت نقرأ ونتعلم. في عام 2017 اكتشفت حاجة، اكتشفت بأن طموحي ماليش حدود بكل، وأمنت بأن كل حد لازم يخلي طموحه ماليش حدود. في عام 2017 شاركت في هلوة مسابقات محلية لها علاقة بالبرمجة وبالروبوتات، وفي منتصف العام جتني فرصة أنا نحب نقولها الفرصة الذهبية، فرصة للمشاركة في المسابقة العالمية للروبوتات اللي تقام في العاصمة واشنطن مع حوالي 160 دولة. فقعدت نخدم على خدمنا على الموضوع حوالي 3 لـ4 شهور، لكن ديما السعادة ما تستمرش للأسف، ولأن السفارات مقطعة بعضها فما قدرناش نمشوا لمشاكل في التأشيرة ومشاكل اقتصادية اللي قاعدين نعيشها يوميا في البلاد. الموضوع كان محبط بالنسبة لي، أنا بعد 3 لـ4 شهور خدمة وتحدي المواصلات والوقت والجهد والتفكير ما مشيتش. لكن كنت مؤمن بأن كل شخص لازم حيمر بمطبات في حياته، في أشخاص يوصل لنقطة معينة ويرجعوا أو يوقفوا رغم أن المطب هذا ممكن يكون مطب الأخير أو مقبل الأخير في حياته. فكنت عارف أنه لازم نستمر، وفي النهاية شيء أفضل من لا شيء. هو صح ما مشيتش لكن حصلت شيء، حصلت علم، حصلت خبرة، كبرت شبكة العلاقات. ولأن الشغف يؤدي إلى النجاح، ولأني قاعد مستمر في وقت التغيير حالياً مبرمج محترف معتمد من وزارة العمل والتأهيل الليبية، مبرمج محترف معتمد من عدد من الأكاديميات، مبرمج حوالي 7 لغات، 5 منهم بشكل احترافي، متحدث لغة إنجليزية وبعض اليابانية كذلك كتابة ونطق. وصاحب مشروع شركة لتقديم الخدمات الإلكترونية ومساعدة الطلبة الجامعيين. عارفين علاش مساعدة الطلبة الجامعيين؟ لأني مؤمن بقاعدة، القاعدة هذه تقول بأن لو أنت عندك شغف بشيء معين ربي حيسخر لك كل شيء والناس كلها تخدم معك حتى توصل للشيء اللي أنت تبيه. لكن كذلك لو تبي توصل للشيء هذا لازم تدير بالمثل، ولازم تساعد ناس بنية طيبة توصل للشيء اللي هي تبيه. وكذلك نخدم على التدريب، وتدريب بدون قيود على العمر، أي حد حاب يتعلم يقدر يتعلم. ولأن الوظيفة والمهمة هذه مش وظيفة شخص بل هي وظيفة مجتمع ووظيفة جماعة، فمن النقطة هذه نخلي الموضوع لكم أنتم.